خلاص بلاش دي ماني عاوز الاورجنز اللي هم لا ليبر ولا سبلين ولا الدكتور الحين بالبدايه ما اسوي الجنرال لا جنرال لا يعني المطلوب مني اجي مطلوب انا بقول لك يو ار ريكويستد تو دو منستريت اوبستريك اكزامينيشن اوبستريك اكزامينيشن ابدومينال اوبستريك اكزامينيشن تو ستارت وذ وات انسبكشن هذا مطلوب اذا الان حد يقول الانسبكشن سكار اول شيء شكل بريفيس لا تقول لي قول لي اديني الفاني ذا ابدومين سيمتريك ذا ديستندد الامبلاك ذا بيت ذا انفيرتد نو سيرجيكال سكار ضمنت هذول ان سيمتريكال ديستندد نو سيرجيكال سكار بعد كده قدر اللي تتذكره قوله خلاص مو لازم هذا الهم اثنين سيمتريكال ديستندد ذير از نو سيرجيكال سكار بعد كده قول باقي اللي تتذكر ذير از لينا نايجرا جرا استرايا جرا بدارم طيب نيكست سوبرفيشال بالبشر هذول الخطوتين لا تاخذ فيهم اكثر من 30 ثانيه السوبرفيشال خلاص ما حسالك بس السوبرفيشال طيب السوبرفيش حتقول سوبرفيشال بالبيشن فور تندرنس جاردنج ريجيديتي اند تو اسيس ذا لايكر فوليوم وانت بتسوي اثناء ما انت بتسوي قول الكلام ثاني مره دكتوره ام دوينج سوبرفيشال بالبيشن فور تندرنس rigidity طبعا انت you are looking at the patient rigidity and superficial masses and you assess the liquor volume اسالك قبل عن pain دكتور you ask about تقول I'm going to ask the patient هو هذه you ask the patient about the pain خلاص طيب الاكزامينيشن حقه انت حتعمل على 9 areas you demonstrate this اثناء ما انت بتعمل الان مثلا انا سويت كده قاعده اسوي بالبيشن وين في الناين ريجنز بدون لا اقول لك انت شايفني الان قاعده اسوي لك لكن لا تقعد تسوي كده وكده 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 ديمونستريتد ناين ارياز تسع مرات بس تسع مرات طيب نيكست اللي هو الديب بالبيشن الديب بالبيشن فور طوالك ابتدي لا تضيع اي زمن تقول now I'm going to do the fundal height I'm going to correct the obliquity of the uterus or to centralize the uterus identify the sternum خلاص and identify the fundus fundus هنا طوالك تروح مسوي two finger below the sternum equivalent to corresponding جديد لكن كم ويك 36 عاوز التيب جيب معك التيب حقك وسويها بالتيب لا لا اوكي خلاص الان اذا correct the obliquity identify the sternum and measure the fundus this is the fundus the inner side and then you put your fingers 3 2 whatever طلع معك قدر شنو وتقوله next اللي هو الفندل كونتنتوم فندل قريب تقول ناو من جهه ثانيه صح دكتور بس من جهتي انا جهتك انت بس طيب بعد لا تعكس يدينك نسوي لك كذا حركات طيب فندل قريب ذا فندل قريب تو سي وات ويش بارت اوف ذا فيتس اوف يو باي ذا فندس هاو تو دو ات يو فيكس وان هاند يو اكزامين باي ذا اذر وين في الفندس يعني لا تنزل تحت لا تمشي فوق اللي انت اصلا قلت الفندس 36 فلا تمشي فوق لا عند الفندس نفسه هذا هو الفندس اثبت يدي هنا الميد لاين هنا I'm going to palpate on this side then fix my hand and palpate on the other side بس ما احتاج كومنت بس اللي نيكست اللاترال قريب فور اللاين برزنتيشن لاي اند بوزيشن And back, lie and back. Then the lateral. Now I'm doing the lateral grip for lie and back. How to do it? You hold the baby like this. This is for the lie. ابتدي to palpate. This is for the back. ابتدي to palpate the back كل ال other side. بعدين اثبت يدي وتاني to palpate كل ال other side. خلاص. For the lie and back. The lie and back. إذا قلت لك دومونستريت فور مي ذا لاي از ذس يو هولد ذا بيبي لايك ذات ترى الباك عشان البوزيشن هذا الباك ليش؟ فيت الهارت والبوزيشن نيكست عند الاثنين الفيرست فيرست بيد واحده سكند بيدين عشان نحفظهم الفيرست فور
برزنتيشن. طب انت الان حسيت الهيد، شايف انه والله البلد نيس بتاع الهيد هنا، لا تمشي تسوي لي هنا بهذه الازرار، هذه وين عين تحت، فراح تمسك الفيت الهيد ذاك زيت. انا مسكت البرزنتينج بار، تراي تو موف فروم سايد تو سايد، ات از راوندد هارد اند بلوتابل فور ذيس از هيد. نيكست خلاص قلنا سكند بيدين، ودي اللحظة اللي أنا هغير فيها البوزيشن بتاعي. طول الوقت أنا كنت facing the lady، الآن I'm going to do like that و look at the patient عشان إذا if your fingers meet below the presenting part it means nothing. If they meet, if they didn't meet now I'm doing the second pelvic grip for engagement. بس أنا ما قلت engage ولا ما engage، قلت بس I'm doing the second pelvic grip for engagement. بس ما راح أسوي، ما راح أسوي. طيب next دكتورة الفيتال هارت. فيتال هارت where to sculpted for the fetal heart. ترى من ال بين الامبلاكس والسوبرابيوبيس. ولا ما سوبرابيوبيس. الانتيريور سوبيريور إليك سباين هاف واي. هاف واي. في اتجاه الباك. حسب ما أنت لقيت الباك وين. لو سألتك وين بتسمع الفيتال هارت قول لي هنا. بعدينك لما تجي تحكي عن الفايندينجز بتاعتك انا هعرف هنا دي صح ولا غلط، خلاص، او تقول لي ولا حسمعه هنا. تمام. طيب نيكست دكتور اللي هو اللور ليمب. اللور ليمب دايما بجيب البيبي الصغير بقول لك ديمونستريت فور مي ذا لور ليمب إديما، كيف تسويها؟ كيف دكتور اللور ليمب إديما كيف نسويها؟ خليهم نجيب البيبي نسوي في رجلنا البيبي، يو ايدنتيفاي ذا ميديال مانيولس اون بوث سايد، تمشي 1 انش ابوف في البون and you press for 1 minute. Then one inch, one finger, 1 minute. 1 minute. One finger, 1 minute. You press for 1 minute. وبعدين شوف عندها بيتنج اديما ولا لا. طيب الآن أنت سويت وما قلت لي what are the findings صح؟ طيب now you summarize your findings. يلا قول لي now the fundal height لقينا كم؟ fundal height. طب say إنه نحن لقينا البيبي بالطريقة هذه، إذا the fundal height 36 weeks corresponding to date. Lie is longitudinal lie. كفالك presentation. Not engaged. قبل الengagement. بالترتيب. Lie presentation. فندل هايت واللاي والبرزنتيشن بعد ما بقول الباك بقول شنو اللي هو ده اسمه شنو بوزيشن اذا البوزيشن حق البيبي ده شنو انتيريور شنو انتيريور شنو اوكسيبيتو انتيريور رايت ولا ليفت 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 اذا ذا واي حقول ذا بوزيشن از ليفت اوكسيبيتو انتيريور قبل لما قلت بسمع الفيدال هارت هنا لما تيجي تقول لي ليفت اوكسيبيتو انتيريور معناته سمعت الفيدال هارت غلط لو قلت بسمعه هنا بعدين تيجي تقول ليفت اوكسيبيتو انتيريور معناته صح طب دكتور ما اقولها اثناء وانا اسوي ولا اثناء انت بتشرح الستيب ولا شنو ايوه وانا اشرح الستيب ايوه حتقول لي والله انا ام دوينج ذا لاترال جريب فور ذيس اند ذيس ام دوينج ذا فيرست بلفيك ما اقول والله البوزيشن حقها لا في الاخر طيب اذا الان فندل هايت 36 weeks corresponding to date longitudinal lie cephalic presentation left occipital anterior the head is nothing the fetal heart is positive ثاني no. قبلها engagement عندنا نقطتين قبل اللور ليمب إديما fetal heart كلها لحد الفيتال هارت 6 نقاط average size baby average amount of liquor أثناء ما هذا ما عندهم ستيب أنت تعمل أثناء الإكزامينيشن بتكون أخذت فكرة عن البيبي هو كبير ولا صغير إذا أفري سايز بيبي أفري أمونت أوف لايكر ذير إز نو لوور ليميتيم ذير إز نو فاريكوز بين 10 رجال عليهم درجتين أو 2% يعني مش درجتين 2% درجتين واضح؟ لو جاء الطفل يكتبوا أنتيرو أوكسيد يعني مو هو لايمين حقول دايركت أوكسيبيتو أنتيريو او دايركت يعني حتى اخذت لك مثلا بالامتحان كده ايش فينا ما يبين ايش فينا بخوف ما انا ماني طالبه منك يعني الفايندينج عادي الفايندينج عادي امشي اعرف ايش الكومون يعني الكفالك ظاهر صح ايه طيب كفالك ظاهر اما طلع رايت ولا ليفت من سالك بس انت لما تقول لي رايت ولا ليفت تقول الفيتال هارت نفس الاتجاه يعني ما يجيب الفيتال هارت ان رايت اها لكن اللي هو اكشوالي شنو ما انا ما طالبات بيه لانه هي اسمها طيب الدكتور الفيتال هارت كيف اسوي كومنت عليه
it's supposed to be positive. The baby alive, it's supposed to be positive. راح تقول positive. I right ولا left. أنت قلت هنا. هنا الباك أقول هنا. هنا left in the heart. Positive in the heart. وين الباك أحط إذا left أو the right. اللي هي midway between the anterior. إذا قلت لك وين. بتقول بسمع في the heart هنا enough for me. خلاص. بس بعدين لما تيجي تقول لي السمري بتاعك لازم يكون الباك on the left. اتفقنا؟ تمام. يلا demonstration.